يا مساء الفل والخير والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. النهاردة معانا أحداث ومواضيع مهمة ومواقف صعبة عشناها معاكم من امبارح للنهاردة، فعشان تعرفوا أكتر عن المواضيع دي ونحللها مع بعض كده خليكم معانا في حلقة جديدة من برنامج الحريفة. تعالوا نرحب بزميلتي الجميلة هند. مساء الفل يا هنودة. مساء الفل يا حبيبة قلبي. الأخبار؟ أحداث حصلت امبارح كان يوم تقيل. كان يوم تقيل كرويا في الرياضات الأخرى، يعني كان يوم كده مليان أحداث. بس الأول عايزة أرحب بحضراتكم، عايزة أرحب بكل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الأهلي. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون متنوعة، هنتكلم معاكم عن أهم الأحداث الرياضية اللي حصلت في الساعات الأخيرة سواء كانت محلية أو عالمية، وهيكون معانا كمان استوديو تحليلي علشان نحلل فيه ماتش الأهلي امبارح. فتعالوا دلوقتي نروح نبدأ الأول بأولى فقراتنا ونشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معانا النهاردة تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 0-0 مع نادي سموحة في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري. وكان الأهلي في المباراة مسيطر سيطرة كبيرة على مجريات المباراة، لكن للأسف اللاعبين ما قدروش أنهم يترجموا السيطرة دي لأهداف، وبالتعادل ده بيوصل الأهلي لنقطة 23 ويفضل متصدر الدوري. وإحنا إن شاء الله عندنا ثقة في لاعبينا أنهم يقدروا يرجعوا تاني بسرعة عشان ما يتكررش سيناريو الموسم اللي فات. يعني ان شاء الله الاهلي يرجع تاني بشكل قوي في المباريات الجايه، واكيد اللي جاي هيكون اصعب من اللي فات، بس احنا مش هنفقد الثقه لا في الجهاز الفني ولا في اللاعبين، لان احنا قدها وقد ان احنا نعوض اي خساره او تعادل او ايا كان. نروح بقى لتاني خبر واللي ليه علاقه بالمباراه، وهو تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي قال ان الفريق ما اداش بشكل كويس خصوصا وان في لعيبه كتير ما كانوش في مستواهم. وقال كمان انه على مدار مشواره في التدريب ما قابلش اي مباراه زي المباراه اللي اتلعبت من ناحيه تضييع الوقت، وانه على الرغم من كده الوقت الضايع اللي اتحسب في الشوط الاول كان دقيقتين والتاني كان 5 دقائق بس. فمن وجهه نظره انه الاصلح للكره المصريه ان يكون التركيز اكتر على لعب الكوره من تضييع الوقت. واختتم كولر تصريحاته بتوجيه رساله لجماهير الاهلي وبيطالبهم بضروره تواجدهم ومساندتهم للفريق في الفتره الجايه. نروح بقى لكرة السلة سيدات وإنهاء تعاقد النادي الأهلي مع اللاعبة الأمريكية جيمي نارد محترفة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي. ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي خالد العوضي وضح الموضوع وقال إن النادي وجه الشكر للاعبة في الفترة اللي قضيتها في صفوف الفريق وتمنى لها التوفيق في الفترة اللي جاية، والقرار ده بيجي بعد حسم فريق السلة مواجهة نظيره سبورتنج في مباراة كأس السوبر لموسم 2022 والفوز عليه بنتيجة 83-75 بعد أداء قوي من الفريقين، لكن خبرة لاعبات الأهلي حسمت المواجهة لصالحهم في النهاية. وطبعا كل التوفيق للاعبات الأهلي وليهم مننا كل الدعم إن شاء الله. أكيد. خلونا بقى نروح شوية على الأخبار العالمية ومحاولة باريس سان جيرمان الانتقام من ريال مدريد بسبب نجاحهم في التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندريك. وحسب التقارير الصحفية فنادي باريس سان جيرمان كان عايز يتعاقد مع أندريك، لكن النادي الملكي فاز بالصراع بعد اختيار اللاعب نفسه لريال مدريد علشان يحقق حلمه زي ما قال. وده نفس اللي حصل بالظبط مع اللاعبين دافيد ألبا وأنطونيو روجر، واللي خسر باريس سان جيرمان فيهم برضو لصالح ريال مدريد. وعلشان كده بيتنافس دلوقتي مع النادي الميرانجي على صفقة إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على الرغم من أن عنده شرط جزائي مع نادي بمبلغ 150 مليون يورو. وحسب التقارير فالنادي الفرنسي مقرر أن هم ما يتنازلوش عن اللاعب ويسيبوه للملكي مهما حصل، ومستعدين أن هم يدفعوا أي مقابل مادي في اللاعب بس ما يروح لهمش. خلينا نشوف موسم الانتقالات هيمشي ازاي، لاني اعتقد انه هيكون موسم صعب جدا وفي صراع كبير بين الانديه على اللاعبين. نروح بقى لاخر خبر معانا واهم مباريات الدوري الانجليزي النهارده. نجمنا المصري محمد صلاح هيلعب النهارده مع فريق ليفربول قدام فريق استون فيلا الساعه 7:30، بنتمنى له التوفيق ويسجل اهداف النهارده. وعندنا مباراه ثانيه قويه جدا ما بين نادي ارسنال وويست هام الساعه 10، وكان طالب ميكيل ارتيا المدير الفني لفريق ارسنال
خلال استكمال تقديمهم عروضهم القوية اللي قدموها الفترة اللي فاتت، خصوصا وأنهم خدوا أفضل فريق في الدوري الإنجليزي في النص الأول من الموسم ويتصدروا جدول الترتيب بفارق 5 نقط عن تاني الترتيب نادي مانشستر سيتي، وده إنجاز كبير بيحققوه من فترة كبيرة جدا. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق ونبسط كده النهارده ونشوف إن شاء الله أهداف حلوة إن شاء الله. بكده تبقى خلصت أخبارنا النهاردة، تعالوا نروح بقى دلوقتي لتعليق في الصورة. الصورة اللي معانا النهاردة بتخص أخت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلما أفيرو، اللي قررت أنها تخرج وتعلق على الأخبار الأخيرة اللي انتشرت حوالين انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي. فنشرت إلما في البداية صورة ليها وهي بتكلم أخوها كريستيانو مكالمة فيديو، علشان بعدها بدقايق تنشر صورة تانية لخبر اقتراب انتقال رونالدو للنصر، وعلقت عليها بطريقة ساخرة وقالت حكاية نهاية العالم. يعني بعد كل الحكايات والشائعات اللي طلعت عليه سواء السنة دي، هي دي الحكاية اللي بتتعمل عنه في آخر السنة. طبعا يا هند، كلنا شايفين الفترة الصعبة اللي بيعيشها رونالدو. يعني هو لحد دلوقتي وبقاله يمكن من أول كأس العالم من غير نادي، وكل اللي بيطلع مجرد كلام، ده راح تشيلسي، لا ده هيروح أرسنال، مش عارفين هيروح فين، لحد ما تقال إنه قريب جدا من وجوده في نادي النصر السعودي. وكل الناس دلوقتي مستنية تسمع القرار النهائي وإنه بقى في النصر. لكن بعيدا بقى عن كل ده، الصراحة عجبني جدا مواقف أخته ومراته جورجينا معاه. يعني مع إنه هو ما بيردش ولا بيدور مين قال إيه ولا حتى مهتم خالص بإيه اللي اتكتب ولا أي حاجة، لكن إن هم بيخرجوا ويعلقوا ويردوا ويدافعوا عنه ويدعموه، خصوصا إنه تقريبا ناس كتير اتخلت عنه بعد اللي وصل له والإنجازات الكبيرة اللي حققها. فإحنا مستنيين نشوف نهاية القصة هتبقى إيه، قصة رونالدو هتنتهي على إيه. يا رب، يعني أنا إحساسي أو حاسة إن السيناريو الأحسن إن هو يعتزل، ده بالنسبة لي أنا. معرفش أنت إحساسك إيه؟ أنا كنت شايفة إن كريستيانو رونالدو مفروض يعتزل كمان من قبل، يعني من قبل الموسم ده، ولكن هو في الآخر هو اللاعب، هو أدرى باللي هو عايزه في مستقبله الكروي. أنا بحب الأساطير يعتزلوا وهم أساطير، ما بحبش يبهدلوا كده. أنا كمان أنا صعبان عليا الموقف اللي هو فيه. كان نفسي يعتزل في بيته، كان نفسي يعتزل وهو في قمته، ما كانش نفسي يعتزل في وسط البهدلة اللي هو فيها دلوقتي دي. هنشوف هنشوف. عموما كده خلصت فقرتنا الأولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهاردة بتقول إيه. استنونا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المنورة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو دور الدراما والفن في الرياضة والوعي الكروي عند الناس والمجتمع. كلنا عارفين ان الرياضة والفن هما القوى الناعمة لأي بلد، خصوصا ان الفن والدراما بيأثروا بشكل كبير جدا فينا كلنا. يعني حضرتك او حضرتك، ابنك وبنتك، كل الفئات، وده علشان دورها المهم في نقل المواقف والأحداث ومناقشتها كمان للقضايا المهمة من الواقع الاجتماعي وتجسيدها على الشاشة بكل تفاصيلها. ممكن تقدم الحلول المناسبة ليها، ده دورها الحقيقي بعيدا عن اللي بيتقدم دلوقتي ايه. فعلشان كده احنا محتاجين نعرف ليه الرياضة سواء بقى كرة قدم أو أي رياضة تانية، سباحة، طايرة، سلة، يد، بتكون غايبة عن الدراما والسينما المصرية. ده حاجة وسؤال مهم جدا جدا يا أميرة، محتاجين احنا نعرف إجابته ونتكلم عنه. بالضبط هند، يعني دور مهم جدا، حاسة فعلا أنه غايب عننا. احنا ممكن نعلم الناس ازاي يشجعوا كورة ونخليهم يروحوا يشجعوا ويتفرجوا على ألعاب تانية غير كرة القدم بس من الفن. لو جينا بصينا على وجود الرياضة في الدراما، مش هتلاقي غير فيلم أو اتنين اتعملوا عن كرة القدم، مع ان لو صناع الدراما يعني والسينما ركزوا مع الموضوع هيلاقوا ان الحاجات دي الناس بتحبها جدا وبيحبوا يتفرجوا على القصص البطوليه والنجاح. يعني عندنا مثلا فيلم العالمي للنجم يوسف شريف، وفيلم حلم العمر لحماده هلال لما كان بطل ملاكمه. الحاجات دي كانت مهمه جدا وملهمه جدا وبتنجح جدا والناس بتحبها. فالدور اللي بتلعبه الدراما مهم جدا، احنا كمشاهدين ومتفرجين بنتأثر بكل حاجة بنشوفها وبتتعرض لنا. فلما نشوف مشاهد حب ورومانسية او مشاهد فيها خير
مشاهد فيها حاجات بتوصف النفس والإحساس، حاجات بتقرب الناس لبعضها، فأحسن بكتير قوي ما تبقى الدراما كلها متوجهة في حاجات تانية كلها عنف وتحرش. فإحنا ليه مش بنستغل ده ونعرف الناس أهمية دورهم في لعب الكورة مثلا، نعرفهم إزاي ممكن هم كمان يأثروا على حياة لاعب بالسلب أو بالإيجاب حسب طبعا تشجيعهم ليه. حاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها ونعرضها تفيدنا على المستويين الرياضي والفني، فمحتاجين فعلا نركز قوي في الموضوع ده ونناقشه لأنه هيفيد أجيال كتير قوي. يعني تعالي بصي كده هند، قد إيه الجيل ده متأثر جدا بالسينما وبالفن، كل حاجة بتتقدم. فأنت عندك قماشة حلوة قوي، وعندك حاجة أو زي ما نقول منصة مهمة جدا الناس كلها بتروح لها، فليه ما نستغلهاش صح؟ صح مظبوط. ويمكن كمان يا أميرة خليني أخد من كلامك، إحنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة عن التعصب الكروي مثلا، ليه طالما الفن ليه دور كبير كده ومؤثر بالشكل الكبير ده والفنانين كمان مؤثرين جدا، طب ليه أنا ما استخدمش الفن في التخلص من الظاهرة بتاعة التعصب؟ يعني بالضبط. مثلا ممكن نوضح للناس فيلم أو عمل درامي ازاي يكون التشجيع والنبه على التصرفات الغلط اللي بتتعمل. يعني لو تفتكري مثلا فيلم كده رضا بتاع احمد حلمي، كان فيه شخصيه رضا المشجع الاهلاوي وموضوع التعصب للاهلي، بس الفيلم ما كانش عن المشجع ده، يعني كان مجرد خط درامي بسيط ضمن الاحداث. فليه مثلا شخصيه زي دي ما تتعملش فيلم كامل ويبقى ليها المحاور الدراميه المعينه اللي تاثر في الناس؟ عايزين الناس تفهم ان تشجيع فرقتك هو وفاء منك لفريقك وناديك او لمنتخب بلدك. يعني احنا مثلا بنشوف في امريكا والهند صناعه السينما عندهم بيركزوا جدا 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 على موضوع الرياضه في اعمالهم، لانه قصص الرياضيين، يعني حتى لو مش هتعمل عمل درامي مكتوب ممكن تقتبس من حياه رياضي ناجح، قصص رياضيين مؤثره جدا، ليه ما نعملش كده؟ ليه ما يبقاش عندي دراما بتنقل انجازات مصر في بطوله افريقيا اللي خدناها والجيل الذهبي؟ مواضيع كتير جدا نقدر ان احنا نعمل عنها يا جماعه مسلسلات وافلام، واحنا بنعرف نعمل ده. خلوني اقول لكم ان مصر شاطره في السينما والدراما قوي قوي قوي. كان عندنا مثلا فيلم غريب في بيتي للفنان نور الشريف، نور الشريف الله يرحمه، شحاته ابو كف، رجل فقد عقله، لعادل امام وفريد شوقي، كله بيتكلم عن التشجيع برضو والروح الرياضيه. وكان في كمان فيلم الحريف وكابتن مصر، بس المشكله في الافلام دي ان عددها كان قليل وكمان قديمه، فاحنا بالزبط. عايزين بقى نعمل شويه اعمال جديده بالزبط. مناسبه للغه الجيل الجديد تقدر ان هي توصل لهم وتاثر فيهم. برافو. بالظبط. في بدون قطع كلامك في فيلم اسمه ذا سويمرز او السباحتين، انا شفته، فيلم مش رائع بس حزين قوي، انا يعني هو كتير قوي بصراحه فيه. بس مثلا حاجه من الافلام دي لو اتعملت عندنا في مصر مؤثر جدا جدا، ويخلي اللي مش عايز يلعب رياضه يقوم يلعبها دلوقتي. بالظبط بالظبط كده. بالظبط يا هند، يعني واحنا دلوقتي عندنا بجد اجيال جديده بنخاطبها وعايزين نوصل لهم بفكرهم وعقلهم وشخصيتهم، عايزين نعلمهم يعني ايه تشجيع، يعني ايه روح المنافسه الشريفه، نعرفهم برياضات التانيه واهميتها، وده هيسهل علينا حب روح الجماعه والتعاون في كل حاجه مش بس في الكوره، هيفهم يعني ايه تقبل الهزيمه، دي مهمه قوي، واني لما اقع اقدر اقوم من تاني. عشان كده هيكون معانا في الستات بتلعبها صح الدكتوره رحاب هاني، مدرس بكليه الاعلام والناقده الفنيه، عشان تكلمنا عن اهميه مشاركه الدراما للرياضه وايه اسباب غيابها. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مره تانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل الفاصل، معانا النهارده ومنورنا في الاستوديو الدكتوره رحاب هاني، مدرس بكليه الاعلام والناقده الفنيه، عشان تكلمنا عن اهميه مشاركه الدراما للرياضه وايه اسباب غيابها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورانا جدا. ميرسي، انا مبسوطه اني معاكم. ثانك يو. عايزه اسالك بس اول سؤال، فين الرياضه في الدراما، وليه احنا كمسلسلات وافلام مش مهتمين خالص بقصه الرياضه؟ يعني هو في الحقيقه ده سؤال مهم، انه لانه في النهايه يمكن الرياضه فيها تفاصيل كتير، او هتحتاج انتاجيا يمكن تفاصيل كتيره جدا لوجستيه عشان يتم انتاجها. يمكن هو موضوع مش
مش ثري، بس انا اظن يعني انه طالما في معالجه، وده يمكن شفناه في كتير من الامثله يمكن اللي انتوا ذكرتوها بالفعل يمكن في المقدمه، طالما في معالجه دراميه وقصه لطيفه جدا هي القالب اللي جواها بقى بنحط كاركتر او شخصيه رياضيه ما، بغض النظر عن كره القدم في رياضات تانية كتير جدا نقدر ان احنا نتكلم عنها ونناقشها، الموضوع هيبقى لطيف والناس هتتفرج عليه. صح. ومش هيبقى المبرر بتاع انه الرياضه دي اصلها مثلا اصل الستات بيتفرجوا على الافلام اكتر، فمش هينفع ان احنا نعمل لهم افلام عن الرياضه، او الرجاله مش عارف بيعملوا ايه، فمش لازم يعني مش هينفع ان احنا ساعتها نحددها بجندر او بجنس، يعني انه ده ما بيتفرجش مشاهد بالظبط في النهايه. فعلشان كده مثلا انا ما بعملش ده، بعمل مواضيع اكتر اجتماعيه يمكن نقول. بس حتى الافلام اللي اتعملت قبل كده عن الرياضه اللي هي الافلام القديمه برضو كان فيها حته، يعني انت حتى ما بتعمل فيلم عن الرياضه مش بتاخد قضيه مثلا زي التعصب لما كنا بنتكلم ان انت تنبذها، لا بالعكس انت بتطلع اللي بيشجع كوره اهلي وزمالك وتعصب وده بيتخانق مع ده، فبتشوفي ليه ده موجود؟ هل عشان المشاهد مش حابب غير كده، ولا احنا اللي بنخلي المشاهد يحب ايه وما يحبش ايه؟ بصي ده السؤال الازلي بتاع انه هل الدراما هي اللي بتؤثر، ولا الدراما بتاخد من الحياه والواقع والمجتمع وبتنقله. لكن في النهايه تظل الظاهره نفسها بتاعه التعصب او الجزء الخاص بالتعصب هي ظاهره يعني معقده، ومعالجتها في الافلام بالشكل اللي تمت بيه يعني هي الاكثر اثاره خلينا نقول، فبالتالي كانت الأكثر ظهورا والناس بتبديها أكتر لما بتيجي تتناقش عنها. لكن كان في قصص يعني في مواضيع كتير، يعني مثلا رجل فقد عقله، غريب في بيتي احنا ذكرناه، كابتن مصر، وعلى فكرة في فيلم اسمه كابتن مصر ده معمول في الخمسينات كان لإسماعيل ياسين غير كابتن مصر بتاع محمد إمام، وكان بيناقش برضو فكرة كرة القدم والرياضة والكلام ده كله. كان عندنا مثلا الزمهلاوية يمكن هو الأقرب كان لمناقشة فكرة التعصب بشكل مباشر جدا. يعني قد نختلف أو نتفق حول المعالجة الدرامية اللي تقدم بيه جودتها يعني، بس في النهاية كان في محاولات، يمكن لأن المحاولات دي ما كانتش على الليفل اللي احنا نحبه أو اللي ينقل الموضوع بشكل حقيقي وبشكل مؤثر لما يتقدم، لكن في النهاية كان في محاولات يعني دايما. كمان وقتها خلينا نقول ان وقتها الافلام دي كانت عظيمه، يعني كان ده بالنسبه لليفل الناس وثقافه الناس وكذا كان عظيم. احنا بنتكلم انه دلوقتي ما بقاش فيه اصلا، ما بقاش فيه فعلا لا ده ولا غيره. هو ما بقاش فيه عن كره القدم بس. انا عايزه اقول مثلا يعني انا من الحاجات اللي كانت عجباني جدا في الدراما مؤخرا كانت في احدى يعني في احدى المعالجات لإلا انا، كان في تقلها ذهب، وده اللي ناقش القصص بتاع بطلاتنا الثلاثه فريال اشرف وهدايا ملاك وسمر حمزه، الثلاثه معالجه دراميه. وانا هنا بقى بتكلم على خرجت من فكرة التعصب ليه معالجة الرياضة عامة أو الأبطال الرياضيين، وإزاي إن إحنا ممكن إن إحنا نقدر ننقل صورة إيجابية أو ننقل على الأقل يعني كده نظرة للرحلة اللي بيمر بيها بطل رياضي من عقبات يعني أو من مشاكل أو صح. من خطوات لحد لما يحقق الحلم دوت. فكنت سعيدة بإنه في حد شاف كمان انه طبعا يعني اكيد هبقى متحيزه مراه وقدرت انها تتحقق في لعبه سواء كانت فرديه او جماعيه او غيره، وان هو يعالج دوت دراميا ويظهره في مسلسل، يعني اعتقد ان هو نال نسبه من المشاهده. هو فعلا حقق مشاهده حلوه. يعني برضو يمكن انا تذكرت هو فيلم مش مصري بس كان حاجه لويل سميث افتكر، كان كونكشن بالظبط كده، كان بناته بيلعبوا لا ده كونكشن ده عن الكوره، الثاني ده بتاع سيرينا ويليامز طبعا اللي هو الفيلم كله هو الأسكر. واخد البارت الثاني اللي هو بتاع الاب والعيله اللي بتدعم ولادها علشان يعدوا. كان اسمه ذا كينج او حاجه مش فاكره كان اسمه، كان فيلم طويل جدا. هو كان عن قصه حياه سيرينا ويليامز طبعا واختها اللي هم ذا جوتس زي ما بيقولوا، يعني طويل جدا. بس تطلعي من هنا بالعلاقه المشاعريه والحياه اللي ما بين الـ الاب وبناته في ان هو يدعمهم في ضعفهم
بالظبط. في الضعف وفي فكره الايمان والدعم بالزبط. والاهم من دوت انه البطلات اللي احنا بنشوفهم في ويمبلدون اللي هم دلوقتي بيتسموا الجوتس جريتست ايفر ليفد بلايرز، يعني في اللعبه اللي هم بيلعبوها، دول ما اتولدوش كده، دول عانوا وما كانش في فرصه، ويمكن ثقه وايمان والدهم بيهم هو اللي خلتهم يوصلوا ان هم بيلعبوا في اكبر ملاعب وبياخدوا كل البطولات ديت. فالرحله دي انه البني ادم يشوفها احيانا كتير كمان بتبقى مشجعه للاهل، وبتخليهم يعرفوا انه ازاي كمان لما انت هتستثمر في ابنك او في بنتك في يوم من الايام ممكن جدا يوصلوا للبطولات دي ويحققوا النجاحات دي كلها. خليني اقول لك كمان، انا لو قعدت اقول للناس محمد صلاح فخر العرب وده كان جاي من قريه كذا وعمل، انا بقول لهم ده قصه، وان انا ادخل اتفرج على فيلم طبعاً. وفي اخر الفيلم يجي لي شويه مشاهد حقيقيه دوكيومنتري، ده قصه تانية. فالدراما فعلا والسينما تاثيرها غير عادي. يعني الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه ده جود اكزامبل، تحفه يا اميره، انه فعلا الفيلم ده كان فيه اطفال معايا في السينما خرجوا عايزين يلعبوا يعني فاهمه، انه يروحوا التمرين ويعملوا هكذا. وهو ده يعني، هو في الاخر احنا بنحب السينما، في الاخر السينما هدفها او الدراما يعني عموما هدفها الامتاع. يعني في الاول انت مش هتعمل فيلم يبقى دمه تقيل، يعني انت بتخش عشان تستمتع، سواء كان بقى الاستمتاع ده في جونرا دراما، في رعب، في شوف انت بتحب ايه بقى واستمتع بيه، بس المهم لازم تستمتع. بالظبط. بس في الاخر في جزء ليفل تاني من السينما، وهو لما تحدث السينما او الدراما تأثير ايجابي في المجتمع، او تعرض قضية ما، او تناقش فكرة معينة احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنها. ده جزء، انا ما بحبش الكلام الكليشيه بتاع السينما رسالة وانا والفن رسالة والكلام ده كله. الفن رسالته هو المتعة، جزء مهم طبعاً منه طبعا، صح، ولكن صح كمان بيبقى بونس واد فاليو، قيمة مضافة لما طبعاً. بيبقى ان بتقدم انت كمان رسالة حقيقية فيها تأثير للمجتمع. وفي افلام كتيرة جدا كان لها تأثير ايجابي جدا جدا في المجتمع. يعني احنا مفيش اكتر من النماذج اللي ممكن نتكلم عنها، من اول يعني مش عايزه تخوني ذاكره، بس مثلا اريد حلا، يعني كان طبعاً. واحد من اهم الافلام اللي عملتها فاتن حمامه، والقصه نفسها بتاعت طبعا الكاتبه حسن شاه، وازاي اتعمل لها معالجه مع سعد الدين وهبه وسعيد مرزوق، كل الكلام ده كله، وازاي انها اثرت في قانون الاحوال الشخصيه في وقت كان صعب الحديث عن مشكله زي دي. نرجع نجري الشريط لقدام شويه، ليه لا، مع من يعني مع طبعا كفاله الاطفال، وازاي انه كان في مسلسل قدر انه من خلال حلقات ومن خلال قصه دراميه انسانيه جدا يؤثر في المجتمع، فيبدا انه يغير صوره او يبعت رساله او يخلي الناس تفكر بشكل مختلف. فتلاقي انه كفاله الاطفال وفقا لوزاره التضامن العدد زاد جدا، لانه الناس بدات تشوف الموضوع بشكل مختلف. ما هو احنا دلوقتي في وعي الحمد لله، وبقى في ثقافه، وفي بنشوف برضو افلام، فبرضو نسبه ان انت يعجبك الفيلم ما بقاش اي فيلم يعجبك، لان انت بقيتي شايفه الاحسن. فاحنا مفروض فعلا ان احنا نركز جدا في الحاجات. يمكن الافلام اللي اتكلمنا عليها كلها دكتور كلها برضو جايه من حته الكوميديا. صحيح. كلها كوميديا رياضيه، بتناول الرياضه والماتشات وكده، بس بكوميديا بس، يعني ما كانش فيه برضو حاجه فيهم واخده قضيه برضو، ما كانتش هي المين. بالظبط، كان الكوميديا. طب يعني الدراما بتاثر قوي، طب يعني نعمل ايه احنا خطوات علشان نخلي الدراما فعلا تبقى مؤثره، يعني مؤثره في الرياضه؟ اعتقد انه يبقى في معالجات اكتر من كده الموضوعات متعلقه بالرياضه عامه وبابطالنا الرياضيين. وهو الجميل انه احنا عندنا نماذج كتير جدا نقدر نستلهم من قصصهم، قصص في الحقيقه مليئه بالدراما. فلو يعني قدرنا ان احنا يعني احنا مشاركاته في الدراما زمان. طبعا. يعني المايسترو يعني ده الروح يعني العظيم. انت مع ولا ضد ان الكوادر لا حسب هيعرف يمثل لا يعني صالح سليم يشارك ده كده كده يعني ما ينفعش يعني ويعني ناس كتير يمكن بتحب طبعا الكابتن صالح سليم المايسترو يعني، وانا اهلاويه جدا. فبالنسبه لي يعني الى جانب طبعا حبي لصالح سليم. انت عندك اودينس مختلفين، ما بتخافيش تطلعي تقولي انك اهلاويه؟ لا ليه اخاف ليه؟ يعني انت كنت خفتي يا استاذ؟ لا انا عن نفسي لا انا بقى
مقول جدا على فكره. وبعدين انا مش يعني لو حد قال لي اصل في الاخر زي بالظبط حد بيحب كريستيانو وحد بيحب ميسي، يعني في الاخر ايه المشكله انا اهلاويه ومن وانا يعني صغيره جدا بقول ان انا اهلتي كلها اهلاويين، وابويا لما جيت اقدم لوالدتي الله يرحمها هو زملكاوي بس قال انه اهلاوي عشان يقبله، فيعني احنا اوريدي بن في بس رجوعا لصالح سليم، يمكن ناس كتير بتحب الشموع السوداء بس مثلا انا بحب الباب المفتوح. هو كان عنده قدر من القبول، قدر من القبول والهدوء والكاريزما، لا يعني دي حاجات بقى القبول ده بتاع ربنا فما لا اشياء لا تشترى اشياء لا تشترى. فمثلا طبعا كابتن شريف اكرامي هو لطيف ودمه خفيف في القالب اللي اتحط فيه او يعني في الادوار اللي ظهر فيها، يعني في رجل فقد عقله هو لطيف بالشكل ده. فانت بتتكلم على الكاركتر ده، فلما بنقول ده يعني حتى مثلا ظهور كابتن الله يرحمه عادل هيكل في اشاعه حب هو على قد الظهور ده، فانا بتكلم انه لما يكون كمان اللعيب او الرياضي نفسه واعي لقدرته او لمساحه قدراته، فبالتالي يبقى فاهم كويس قوي انه لما هيتوظف في المكان دوت هو ده المكان الصح ده تمام. لكن هنخش على ان احنا جامدين قوي قوي يعني نعمل حاجات بالظبط. انت لو قدامك مثلا دلوقتي هنتكلم عن الرياضات الاخرى، لانه انا بشوف ان هي ما طبعا احنا دلوقتي وصلنا لمرحله هايله من الوعي للرياضات الاخرى واهتمامات الناس، والسوشيال ميديا ليها دور كبير جدا انه لعبت السكواش والتنس وهكذا يبقوا معروفين. لو انا عايز اخد مثال من الرياضات الاخرى ناجح واعمل فيلم عنه او عامل درامي، ايه الطريقه اللي اعمل بيها ده يكون فيلم دراميا تقيل؟ مش لازم نطلع نهزر، والهزار مهم والضحك مهم وزي ما انت قلتي ده رساله مهمه، بس برضو الدراما والتقل معين نبين قد ايه الرحله كانت مش سهله. وكبر الرياضيين في الرياضات الاخرى، ايه العوامل اللي ممكن صناع العمل يعملوها علشان يوصلوا لده من قصه رياضي في الرياضات الاخرى؟ لا هو في الاخر زي ما انا كنت بقول لك يعني انا مش عايزه ارجع لكره القدم بس علشان ده مثلا مثال ومثال جميل، يعني احنا كلنا بنفخر بيه. محمد صلاح مثلا هو نموذج يظل في قصته ملهم جدا طبعاً. والقصص الثلاثه اللي انا حكيتها سواء كانت او يعني اللي انا اتكلمت عنهم فيما يتعلق بالرياضات الاخرى سواء كانت في ريال او سمر او هدايه، كل شخصية من دول احنا عرفناهم أبطال، لكن في الحقيقة علشان توصل لقمة الجبل دوت أو توصل للقمة دي انت كان في مرار قبليه، يعني انت عانيت وتعبت وناس كتير قوي قالت لك انه مش هينفع ومش هتقدر. فاللي انا بقوله ده هو قمة الدراما، ما هي دي العقدة والمشكلة والحل، فازاي انت بتحاول انك تتجاوزهم وازاي عندك الفيلن في حياتك. وانا متأكدة ان كل الشخصيات دي اكيد في حياتها فيلنز، مش بالمعنى ده بس بمعنى السلبية في الرأي او كده، بس مع ذلك هم قدروا ان هم يتجاوزوا كل دوت وفي النهاية يوصلوا او يحققوا الحلم اللي هم بيحلموا بيه وفي الاخر يتحققوا ويبقوا النهاردة حدوتة احنا بنتكلم عنها. ففي النهاية يعني هي الفكرة كلها انه يبقى في كاتب ومتحمس انه ياخد قصة من القصص ديت ويعالجها ويقدمها في دراما جيدة تصلح انها في النهاية تبقى ممتعة اولا، ثم تبقى بترسل كده فكرة ومعنى ومبدأ لإيجابي لرحلة الرياضي عامة أيا كان بقى هو، يعني رياضات بقى زي كرة القدم الرياضة الشعبية ولا رياضات فردية أخرى يعني. صح مظبوط. شفتي آخر حاجة يا دكتور تكلمينا عنها؟ آخر أفلام اتفرجتي عليها إيه؟ اخر افلام اتفرجت ده سؤال مباغت ده سؤال مباغت عشان انا امبارح كنت اتفرج على الشموع السوداء. ايه ده الشموع السوداء فجاه كده؟ معلش بيجي لي ساعات كلنا وانا قاعده على فكره انا كمان انا اجيب حاجه ابيض واسود وابقى عايز اتفرج عليها. في افلام كتيره جدا جدا، بس هي فيلم مش رياضي، بس في فيلم يعني يمكن ناس كتير ممكن ما تبقاش شافته قوي اسمه ذا مينيو. هو كان في السينما رالف فاينز، وهو فيلم كده قصته غريبه جدا يعني عن مطعم في جزيرة وشيف شهير بيستضيف مجموعة من الناس وفي الآخر بيقدم لهم كل كورس بشرح.
يعني هو مكان مقفول وكل كورس بيتقدم بشرح وفي الاخر بيقتلهم كلهم. انا اسفه ان حرقت الفيلم. ليه طيب؟ ليه لسه هقول لك اللي بتفرج عليه؟ معلش بصي وانت هتقري من اوله، بس هي المتعه في الرحله مش في النهايه. المتعه في الرحله مش في النهايه خالص. عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي، بما ان احنا دلوقتي في قناه الاهلي كلنا اهلاويه، احكي لي موقف في واحد من ماتشات الاهلي. انت رحتي كنت بتحضري في الاستاد؟ للاسف الشديد لا، ولا مره. للاسف الشديد بكررها للاسف الشديد. وعد الماتش الجاي رحب هاني معايا في الاستاد ارجوك. ماتش معين كنت بتتفرجي عليه مثلا فاكراه كويس قوي؟ انا فاكراه كويس جدا، بما اننا بنتكلم على التعصب. بس التعصب انطلاقا من العصبيه مش التعصب في حاجه. بس اكشلي قبل ما احكي لك ده، انا هقول لك ان انا جدتي الله يرحمها، وهي شخص مهم جدا في حياتي يعني. هي كانت اهلاويه جدا جدا يعني، اهلاويه للنهايه. فكانت لما الاهلي بيكسب بتعمل الاتي، هي ساكنه في الدور الرابع. فكانت اولا بتجيب كيلو شوكولاته. الله. تمام. وبتخش البلكونه وبتبدا انها تحدف الشوكولاته دي في الشارع على الناس. وبتجيب بيبسي. انا اسفه لو ده يعني، انا متاسفه جدا بس انا قصدي حاجه ساقعه يعني، المهم بغض النظر عن اللي حصل دلوقتي ده. وبتقعد تدلقها على اساس انه يعني الناس هي شديده السعاده والفرحه والتشجيع للاهلي بشكل غير طبيعي. فانا كبرت شايفه ده، فبقى بالنسبه لي الاهلي ده حاجه يعني ولا في غيره مفرحني حرفيا معروف كده كده. فافتكر يمكن في ماتش من الماتشات ان انا كنت بتفرج وتعصبت فخبطت ايدي في الحيطه فايدي كسرت. لا ورمت، مش للدرجه دي. الحمد لله يا رب. بس يعني اللي هو الواحد بيبقى انفستد جدا، لان هو بيشجع من قلبه. بس في نفس الوقت على فكره يعني انا عندي القدر من التصالح مع انه انا بشجع الاهلي، وفعلا انا مؤمنه انه في الاخر اللعبه هي مكسب وخساره. انا يعني نفسي الاهلي يكسب طول الوقت، بس ده مستحيل، لانها وخسارته عمرها ما تخليني ما اشجعوش. هفضل اشجعه، يمكن انتقد، يمكن ازعل، يمكن اتضايق شويه، بس هفضل اشجع الاهلي يعني. ده كده يعني صح. بحب الكلام معاكي ما بيخلصش. الكلام عن الاهلي برضه ما بيخلصش. للاسف فقرتنا خلصت، نورتينا. ميرسي. انا كنت مبسوطه معاكي. احنا كمان جدا نورتينا. بنشكرك شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. ودلوقتي وصلنا لفقرة الاستوديو التحليلي الستات في الكورة. طبعا كلنا شفنا المباراة اللي لعبها الأهلي امبارح واللي انتهت بالتعادل مع نادي سموحة علشان يوصل للنقطة 23 ويفضل مستمر في تصدر ترتيب جدول الدوري. فهنتكلم معاكم في الاستوديو التحليلي بشكل فني عن تفاصيل المباراة ومباريات الأهلي اللي جاية وموقفه في الدوري افريقيا وكاس العالم للأندية. وعلشان كده معانا ومنورنا في الاستوديو التحليلي ضيوفنا عمر صبحي الناقد الرياضي ومن عمر الناقده الرياضيه. اهلا بيكم عمر. طبعا الفقره اسمها ستات في الكوره، فاعتقد ان ده هيجي عليك شويه يعني. اعتقد احنا مش هنرحمك. حسيت ان انا دخيل سن كده يعني. لا مش في مكاني. لا لا انت على راسنا، اوعى تقول كده. يا ستات خلاص. طيب عشان كده هبتدي من عمر. خلينا لا ليديز فيرست. احنا كتير برضه يعني. عايزين نتكلم عن ماتش امبارح. شفت ازاي مباراه امبارح بين الاهلي وسموحه فنيا من وجهه نظرك؟ يعني الحقيقه كان المردود الفني لفرقه الاهلي ما كانش زي المتوقع بعد توقف كبير في كاس العالم ده، اكتر من 20 يوم فتره تحضيريه ثانيه لكولر مع فرقه الاهلي. لكن بعد العوده شفنا تعادلين في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي. طبعا كنا نتمنى ان الاهلي، وخصوصا ان هو داخل على مرحله صعبه جدا في الفتره اللي جايه بمباريات دوري ابطال افريقيا ومباريات كاس العالم، كنا نتمنى ان المردود الفني يكون ايجابي اكتر من كده. منى شفتي زي ماتش امبارح؟ الحقيقه يعني كولر، مارسيل كولر طبعا مدرب الاهلي، لخص المباراه في التصريحات بعدها. يعني لما طلع قال انا ما شفتش مباراه زي دي في حياتي. الحقيقه احنا ما شفناش مباراه زي دي في حياتنا يعني. للاسف زي ما عمر قال، المردود الفني للاهلي ما كانش جيد تماما. يعني لو جينا نلخص اللي بيحصل الفتره الاخيره لفرقه النادي الاهلي، هنقول ان الفريق محتاج تصحيح مسار. يعني ايه تصحيح مسار؟ او تصحيح مسار دي بيندرج تحتها اكتر من بند. اول حاجه يعني
عادي جدا، ممكن كان الاهلي بيتعادل، الاهلي بيخسر، الجماهير ما كانتش بتزعل، الجماهير ما كانتش بتتاثر او ما كانتش بتهاجم بالطريقه اللي احنا شفناها عشان الاداء. لا كمان غياب الروح. أيوة. ده كان عنصر اساسي خلال الماتشات الاخيره بالذات او الثلاث مباريات الاخيره للنادي الاهلي، ما كانش فيه روح تماما. احنا بنشوف اللعيبه مع كل الاحترام ليهم طبعا مجهود بدني طول الموسم كبير جدا، وارد يحصل هو فين ده واحنا لسه بدانا؟ ما انا مش عايزه اقول كده، احنا ما ينفعش يا جماعه نقعد نقول كل شويه حجج حجج. لا انت لعيب كوره، انت بتلعب في النادي الاهلي، بتلعب في النادي الاهلي، فانت عارف انت عارف اللي مطلوب منك. فاحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم عشان نقول مجهود بدني. لسه بادئين دوري. احنا متفائلين، احنا متفائلين ان شاء الله ان الاهلي هيعمل حاجه كويسه، وده واضح. الاهم بقى ان انا استغل اللي حصل ده من بدري علشان ما احصدش النتائج بتاعته بعد. على فكره هو الخوف علشان احنا خايفين بس عشان اللي جاي، بس ان شاء الله انا واثقه اهو، انا كاهلاويه وحضرتك طبعا كلنا، ان احنا هنعمل شغل جامد جدا. نتكلم في ايجابيات برده في الماتش، حلوه كده جدا يعني. الشناوي صد كور كتيره جدا يا عمر، صح؟ يعني عمل شغل جامد برضو، نديله حقه. وشايف اداؤه ازاي؟ هو الحقيقه الشناوي في الفتره الاخيره مش واخد حقه خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيب يكون واخد احسن لعيب في افريقيا واحسن حارس في افريقيا وما يحصلوش يعني بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي في اخر بطولات، ما يحصلوش الاحتفالات الممكنه لدرجه انه احتفل بالجائزه بعد مباراه السوبر الاخيره ضد الزمالك. الشناوي كان عنده تذبذب في المستوى، لكن رجع دايما هو حارس مرمى مصر الاول، وعنده من الخبرات الكافيه جدا ان هو يقدر يقف على رجله تاني. وهنا بنشوف شخصيه اللاعب او شخصيه البطل او شخصيه قائد في الملعب، ان في عز ما ممكن يكون في لعيبه عندها تذبذب في المستوى او في لعيبه عندها قصور في الروح او في لعيبه عندها الاداء الفني بتاعها اميره مش قوي، نلاقي اللي هو الكابتن الفريق هو اللي شايل الفريق، كابتن الفريق قادر يحرك الفريق. يعني انا بالنسبه لي، بالنسبه للنادي الاهلي، محتاج اكتر من حاجه، محتاج اكتر من حاجه دول بره الملعب، مش محتاجهم في الملعب. صحيح. يعني من وجهه نظر الاهلي محتاج طبيب نفسي، دي اول حاجه. ليه؟ لان اللعيبه معظمها عندها هزه في الثقه كبيره جدا. بمعنى ايه؟ عند خط الهجوم كله عنده ازمه كبيره في الثقه، عايز ينزل يشارك عشان يثبت نفسه. اللعيبه اللي في الاهلي ما ينفعش تنزل تشارك عشان تثبت نفسها، لان ده لاعب بطوله، لاعب المفروض لما يجي يشارك نازل يشارك علشان يسجل من نص فرصه، وكذلك كل اللاعبين في الفريق. فمعظم لاعبين الفريق عندها ازمه ثقه، عندها تذبذب بره الملعب. ده ناتج عن المباريات الاخير او البطولات الاخيره في اللي حصلت مع النادي الاهلي او الاحداث الاخيره اللي حصلت مع النادي الاهلي. كمان ان في مدير فني جديد مع اللعيبه دي، فالمدير الفني جاي عايز يشوف اللاعب اللي يقدر يعتمد عليه عشان يكسبه دلوقتي علشان يقدر يبني عليه بعد كده، فهو مش قادر يديهم الثقه في النفس، فدي محتاجه جزء نفسي مع النادي الاهلي. تاني حاجه محتاجين جدا 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 في النادي الاهلي تجديد الدوافع. ليه هند وليه اميره؟ لان الفرقه دي خدت كل حاجه ممكن تاخدها. صح. خدت برونزيه كاس عالم، خدت 2 دوري ابطال افريقيا، خدت الدوريات اللي شاركت فيها، فبالتالي كل اللعيبه دي كسبت كل حاجه. فانت لما تكوني انت عامله كل حاجه، يعني انت مثلا هند ولا اميره طلعتوا مع اوبرا وينفري، خلاص انت وصلتي للتوب، انت ما عايزه تجديد دوافع، فين بقى اللي هيديك الدافع؟ هو ده دي ازمه موجوده. بس كمان احنا كان عندنا جيل ذهبي، متعب وغيره، كانوا برضو واخدين من كل البطولات وما كانش عندهم نفس القصه. اعتقد ان موضوع الدوافع ده، ان انت بتلعب في النادي الاهلي، ده دافع. هنا مانويل جوزيه، هنا مانويل جوزيه لما يطلع شخصية من المدرب. بالظبط، شخصيه المدرب، وشخصيه المدرب مكمل بقاله كام سنه مع النادي الاهلي. هنا لما مانويل جوزيه كان يطلع كسبان من الماتش 4-0، كان يجيب اللعيبه وبحكاوي الكباتن الكبار بعد ماتش 6-1 الزمالك. بالظبط، بحكاوي الكباتن الكبار قال لهم احنا كنا المفروض نكسب 10، ممكن نكسب اكتر من كده. هي دي هنا شغل المدرب وشغل هنا ازاي ان انت كمدرب او كمدير اداري في الفرقه بتدي الثقه للعيبه، وبتدي لا انتوا عندكم اكتر. هنا انت بتتكلمي فعلا صح، انت بتتكلمي الاهلي كان عنده جيل تاريخي، كان الاخضر واليابس عمل كل حاجه، بس هنا كان المدرب بياخد بطوله. بالظبط، هنا كان المدرب يعني متطلب، كان المدرب الدوري متطلب. ده بالنسبه لهم يعني زي صباح الخير. بالظبط، ما كناش بنحسب الدوري. بالزبط. يعني الدوري كده متاخد، كنا بنشوف البطولات الثانيه. فهنا هنا المدرب متطلب،
ده زي ما بنشوف مع جوارديولا مثلا في دوري ابطال اوروبا او في الدوريات الاوروبيه. بيب جوارديولا بيطلع من السيتي كسبان 6 يقول لك بس اللعيب اللي عندي الفلاني ما عداش بالشكل الفني المطلوب او يجيب لعيب في الدقيقه 85 عايز ينزله كبديل يقعد يديله وهو كسبان اصلا ويقعد يديله في تعليمات فنيه كبيره جدا وهو ينزل يشارك 5 دقائق بس ليه؟ ده متطلبات مدرب اللي هو عايز ينزل اللعيب بتاعي مش عايز يخش فيها جون، عايز ازود اهداف، عايز اعمل، عايز اكسب لعيب للماتش الجاي. يعني لما انزله اخليه يشارك 5 دقايق بس، انا عايز اكسب لعيب للماتش الجاي، هديله دلوقتي عشان اقدر ابني عليه بعد كده. طيب منا، بما ان احنا بنتكلم عن مارسيل كولر ووجهه نظره، مارسيل كولر من اكتر المدربين اللي شفنا ان هو بيعتمد على الصغيرين وبيعمل روتيشن، بيقعد ناس وبيلعب ناس في اماكن مش في اماكنها، ده يقف جناح دلوقتي وده يعمل كذا وكذا. بتشوفي ده ازاي؟ وهل ده هيفيد ولا هيضر؟ والوقت اللي احنا فيه ده، هل احنا عايزين ال11 هم ال11؟ يعني بتشوفي ده ازاي؟ بصي، هي بيبقى ليها ايجابيات وبيبقى ليها سلبيات. كولر اصلا بقاله قد ايه مع النادي الاهلي؟ هو من سبتمبر 2022 فحوالي 3 شهور. هو لسه مش متعرف على اللعيبه، حتى احنا دايما بنشوفه واقف على الخط ورقه وقلم وبيكتب، بيدون ملاحظات او بيكتب اسماء. هو لسه مش متعرف على الامكانيات حتى بتاعت اللعيبه اللي معاه. فكره الروتيشن او فكره التدوير طبعا مطلوبه، خصوصا ان انا هشارك في اكتر من بطوله، عندي دوري، عندي كاس، عندي كاس عالم انديه، وعندي دوري ابطال افريقيا. بس مش شرط ان انا اعمل روتيشن كل مباراه، لان ده ممكن يجي لي بنتائج عكسيه زي ما احنا ما شفنا في بعض المباريات. في مباريات يعني مش عايزه اقول ان هي بتبقى مضمونه بنسبه 100%. يعني معلش، رايك ايه مثلا في رأفت، في الدفع، ان هو الماتش اللي فات رأفت خليل في ماتش، في مباراه زي دي؟ انا شايفه انه انا لا، ضد. انا هسمع رايك عم. ضد ليه؟ مباراه سموحه او اللعب يعني خصوصا قدام كابتن طارق العشري بيبقى صعب شويه، لان هو دايما بي 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 بيلعب على تكتلات دفاعيه، فانت بتبقي محتاجه ان انت اللعيبه تكون في انسجام ما بينهم وما بين بعض علشان يقدروا يخترقوا او يتعاملوا مع التكتلات الدفاعيه دي. رأفت خليل اول مباراه لي في الموسم، تمام، او مباراه لي مع الفريق الاول او مع كولر او فلسه مش واخد على الانسجام ده. ما شفناش المردود اللي كان مطلوب، خصوصا بقى انه هيبدا تركيز او سبوت على اصل رأفت خليل في المباراه ما كانش احسن حاجه، ده لسه لاعب صغير، لسه ما قدرش ان هو يطلع كل امكانياته في مباراه واحده. لو نيجي نشوف بقى الناحيه الثانيه، ممكن المردود بالنسبه له على اللاعب نفسه ممكن يبقى عكسي، لان زي ما قلنا لسه هو لاعب صغير، لسه خبراته مش كبيره، فممكن ده يجيب معاه نتيجه عكسيه. كان اكيد الكلام هيختلف او الوضع كان هيختلف لو كان الاهلي كسب، او كان مثلا كان مشاركه رأفت. بالظبط بالظبط بالظبط. ففي الامور دي احنا دايما بنقول ان اللاعب الصغير او اللاعب الجديد ده بيشيل الليله يعني. فحرام ان هو يبقى لسه لاعب صغير وانا احمله مسؤوليه كبيره زي دي. مطلوب الروتيشن، نرجع تاني على كلامنا على التدوير، بس مش يعني مش لازم في كل مباراه، وممكن على حسب نتيجه المباراه. يعني لو نتيجه المباراه خلاص انا ضمنتها، فما فيش مشكله ان انا اقدر بلاعب اتنين بالظبط كده بدل اللعيبه الاساسيه بتاعتي. عمر، رايك ايه؟ بص يا ميرا، خلينا نتكلم في الاول يعني كلام علمي. ليه اتوجد الروتيشن؟ علشان تقدر تستفيد بكل من اكبر الفرق. كم من اللاعبين في اكبر عدد من المباريات. بمعنى ان انا دلوقتي عندي مباراه في 2 في 3 في وقت قصير، فانا علشان ما احملش حمل بدني على اللاعبين بشكل كبير جدا، فانا هدي للاعبين تانيين علشان اخفف الحمل عن بقيه اللاعبين الاساسيين. دي حاجه، دي اول سبب. تاني سبب، علشان ادي كوره او ادي فنيات للاعبين اللي موجودين على الدكه فاقدر اشارك بيهم. ثالث سبب، ليه خصائص فنيه مختلفه عند اللعيبه. يعني انا عندي مثلا ميد فيلدر 6 في الملعب، يعني لاعب وسط ملعب مدافع في الملعب عنده خصائص، وعندي على الدكه لاعب وسط مدافع تاني بس عنده خصائص مختلفه. اوكي، ده ممكن مثلا بيعرف يقطع كوره، وده مثلا بيعرف يبني هجمه او بيعرف يمرر كوره. فالروتيشن اتخلى عشان الثلاث حاجات دول. اول حاجه، احنا لسه يعني زي ما هندو انت كنت بتقولي من شويه، لسه بدأناش الموسم. يعني الموسم بدأ، احنا لسه ده تاني ماتش ولا تالت ماتش بعد كاس العالم،
فاحنا مش محتاجين الروتيشن عشان الحمل البدني. تاني حاجه الخصائص الفنيه، انت مش هتقدري تطلعي لعيب لسه شاب تديله خصائص فنيه في مباراه معقده بالنسبه لك وانت مش قادر تفتح فيها حلول فنيه زي ما انت صرح، زي ما كولر صرح، هو اللي قال مش انا، ان المباراه كانت مقفله بشكل كبير جدا وما كانش فيها حلول فنيه قوي في الملعب، فمش هيديك حلول فنيه. وفكره ان الناس اللي عندك هو برضو اتكلم عن تضييع الوقت وانه الفريق المنافس كان بيدافع بالزبط. بشكل كبير. احنا طول عمرنا بنلعب سموحه وطول عمرنا بنلعب كابتن طارق العشر، فمش جديد. وانا ماليش دعوه بالفريق اللي قدامي هيلعب ازاي بالزبط. يعني انا هلعب ازاي، يعني انا ضد انه اطلع اتكلم بشكل. انا دي شغليه المدرب. ما انا جايبك عشان لما ما يكونش الفريق اللي قدامي عنده يعني يكون مقفل يبقى انت تديني حلول فنيه. انا كلاعب مستني انت تديني حلول فنيه. فهل رأفت خليل كان هو اللي هيخلي الاهلي بشكل مختلف؟ اعتقد لا، لكن الاهلي عنده لعيبه كبيره جدا. كان مين ممكن هي التغييرات اللي انا بالنسبه لي اليو ديانج ما عادش دك طبعا، يعني يعني لو لعبنا دوري درجه تانية اليو دينج، لو لعبنا فريق من اي مكان في العالم اليو دينج ما عادش دك. ده راجل، ده لاعب على مستوى عالي جدا، من قطع الكوره ومن تهيئه الكوره وبيشوط من بره المنطقه وبيطلع بيعرف يطلع بالكوره وعنده كل الحلول. بالرغم ان عمرو السوليه لعيب كبير جدا وحمدي فتحي لعيب كبير جدا، بس عمرو السوليه مختلف تماما عن حمدي فتحي عن اليو دينج. فهنا مشاركه اليو دينج كانت مهمه جدا. فانا هنا ليه عملت الروتيشن؟ يعني انا كمدير فن ليه هعمل روتيشن في تاني ماتش ولا تالت ماتش في الدوري؟ ايه السبب؟ يعني هو ساعات كنا نقول لا، اصل هو محتاج يفهم اللعيبه، محتاج يشوف ما يفهم اللعيبه في مباريات وديه وفي التمرينات. مش هيفهم اللعيبه في مباريات وديه كتير يا اميره بالظبط. واحنا في اوف سيزون كان في كذا مباراه وديه قدر يلعبها قبل في البري سيزون قبل ما يخش. ما هو دي تاني فتره تحضيريه لكولر مع الاهلي. انا هفهم اللعيبه فيهم، ما فهمش اللعيبه في ماتش. عايز اسالكم انتوا الاثنين سؤال، بما ان احنا داخلين على سيزون انتقالات، يعني شايفين الاهلي محتاج مين في مركز ايه؟ يعني محتاج يشتري لعيبه في مراكز ايه عنده؟ خلينا نبتدي من منا. وليه شايفه الاهلي محتاج صفقات في مراكز ايه؟ المراكز اللي الاهلي محتاج يقويها شويه على الاقل، على الاقل من 3 لـ5. اوكي، في ايه بقى؟ هجوم. لازم يكون عندي مهاجم سوبر، مع كل الاحترام والله لكل اللعيبه وكل المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي، كلهم على مستوى فني عالي جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي اختلاف على ده. بس انا ما عنديش عماد متعب، ده حقيقه. تمام، لازم يكون مهاجم سوبر، ويعني والمهاجم اللي لما ينزل انا عارف ان ده هينزل يخلص لي ماتش. تمام، لو هو قاعد دكه مش بادئ تشكيل. يعني ده بالنسبه لمركز مركز الهجوم. مركز الدفاع لازم على الاقل صفقه او اتنين. الظهير الايمن لازم يكون عندي لاعب، وخط الوسط لازم يكون في بديل معايا لعمرو السوليه. ده المراكز، ده فاضلك بس على الاقل على الاقل خمس صفقات، وخمس صفقات سوبر. عشان لو هقدر اكمل، انا اسف يا عمر، عشان لو هقدر اكمل، لان زي ما احنا قلنا احنا في 4 بطولات الاهلي هيشارك. لا احنا هنقدر يا استاذ ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله. خلينا نقول ان احنا قاعدين النهارده وبنتكلم الكلام ده علشان الافضل والافضل، يعني علشان نشوف افضل، سواء من اللعيبه من الجهاز الفني. خلي بالك يا هند، هو دي قيمه النادي الاهلي بالظبط. قيمه النادي الاهلي لما تكون في المركز الاول وعندك ثغرات او عندك عيوب بتتكلم فيها، انت عايز تعدلها علشان تفضل في المركز الاول. الاهلي ما ينفعش ينزل المركز الثاني او المركز الثالث. يعني اللي انتوا بتقولوه ده هو الواقع اللي اداره الاهلي وجماهير الاهلي عايشاه، اللي هو انت الافضل دلوقتي فعلا، انت الاول في الدوري، ولكن عايز تكون الافضل بمراحل. ده نجاح النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت ومع مجالس الاداره المختلفه. ليه؟ عشان كده الاهلي دايما بنقول اكبر من مجرد نادي او كده. ليه؟ لنجاح مجلس الاداره في الحته دي. انا سهل ان انا اوصل للقمه سنه او اتنين، بس ان انا افضل على القمه 10 سنين ده مستحيل او صعب. ده اللي الاهلي بيسعى له. علشان كده احنا لما نطلع نتكلم، انما احنا ما بننتقدش لاعب، ما بننتقدش مدرب، ما بننتقدش مجلس اداره. احنا عايزين الفرقه دي زي ما شرفتنا قبل كده وخلت العالم كله لما نروح في اي مكان بره يقول لي اول حاجه، بيقول لي مثلا النادي الاهلي، احنا عارفين الاهلي وعارفين كذا وعارفين كذا. انا سافرت في اكتر من مكان في افريقيا، اول حاجه بتتقال هي النادي الاهلي. فده قيمه النادي الاهلي، ودي قيمه الاختلاف في النادي الاهلي داخل النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي بيوصل لمكانه ما فيش حد بيوصل له. صح. قول لي بقى الصفقات قبل ما فكرتنا تخلص. الصفقات الاهلي محتاجها.
انا يعني دي اول حاجه تقريبا ممكن اكون مختلف فيها مع استاذه منى في من اول البدايه، بس ده هي لا بس هو اكيد يعني ده استوديو ستات فاكيد عندها حق. احنا يعني تفتكر بس انا عايزه اقول لك حاجه، احنا جايبين يعني ستات وراجل عشان يحصل ايه؟ عمر انا هاخد صفك، انا هاخد صفك، قول بس كام نشوف الاول هاخد صفك. انت تتخانق معايا بعد الهوا عشان اختلفت معاكم. قول اول حاجه، انا شايف النادي الاهلي عنده أفضل مهاجمين في الدوري. مين كان أفضل من حسام حسن قبل ما يجي؟ مين كان أفضل من محمد شريف قبل ما يجي؟ مين كان أفضل من شادي حسين قبل ما يجي؟ الثلاثة اللي موجودين في النادي الأهلي مميزين جدا وممتازين جدا. معلقتش على برونو؟ برونو سافيو يعني هو 10، بس برونو سافيو لعيب لسه مش لاقيين له مركز. يعني هو لعيب يعني هو في 10 شغال يعني، بس بس هو يعني برونو سافيو عايز برونو سافيو اللعيب بتاع لمسه يعني عامل زي نيمار. لا لا اللي هو لا 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 خلاص اوكي بلاش زي نيمار، لعيب برازيلي اللي هو بتاع لمسه، هيديك لمسه، هيعرف يديك ثرو باس لما تكون الدنيا مقفله هيعرف، بس مش اللي هو اللعيب اللي هو ياخد الكوره من ورا ويطلع بيها قدام. ولا قول مراكز، يلا قول محتاجين صفقات في كذا وكذا وكذا. محتاجين هاف رايت، لان في مشكله كبيره جدا في الهاف رايت. محتاجين باك رايت بعد اصابه اكرم توفيق اللي هو اصلا ميدفيلدر. فلا انت قوي لاعب حسين الشحات باك رايت، لان هو كان بيلعبها في المقصه وحسين الشحات بيجدها اكبر يعني بشكل اكبر بكتير جدا من فكره ان هو يلعب وينج يمين. اعتقد الاهلي محتاج يعوض بدر بنون، عنده احسن اثنين يعني محمود متولي ومحمد عبد المنعم، يعتبر احسن اثنين مدافعين في مصر، ولكن محتاج يعوض بدر بنون، لان انت داخل على بطولات كبيره. افرض متولي بيتصاب كتير او عبد المنعم حصل حاجه، يعني اعتقد ان هو محتاج للمستقبل بديل لعلي معلول. بس ومحتاج طبيب نفسي، ده اهم تعاقد. والله بص معلومه بجد مهمه فعلا فعلا والله، اصل الجانب النفسي ده مهم جدا 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 للعيبه، لكلنا لكل الناس. خلصت فقرتنا ونورتونا، وان شاء الله بنتمنى للاهلي يكسب كل البطولات، واحنا متفائلين جدا وبنتكلم دايما للاحسن ان شاء الله. نورتونا. خلصت فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. استشارتنا الطبية النهاردة زي ما متعودين ليها علاقة بعالم الصحة والرشاقة، واللي كتير من مشاهدينا بيستنوها عشان يتعلموا من خلالها ازاي يحافظوا على صحتهم ورشاقتهم. هنتكلم عن الناس اللي بيحبوا النشويات والسكريات، واللي بالنسبة لهم بتكون زي الإدمان ومش عارفين يسيطروا على نفسهم من كتر حبهم بيها، وخصوصا واحنا داخلين على راس السنة، يعني الأيام دي بقى كلها أكل وحلويات وعزومات. من ورانا النهارده في الاستوديو الدكتوره اميره مهيب، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، واللي هتعرفنا ازاي نعالج مشكله ادمان النشويات والسكريات. مساء الخير يا دكتوره. ربنا يخليك. الالوان الحلوه دي في النهارده، الوانك انت اوت فيت النهارده كلها كريسمس. يس كريسمس يعني. والاهلي بقى برضه. الاهلي ايوه طبعا. قولينا بقى يا دكتور، كلمينا في الاول عن اضرار النشويات والسكريات. طيب احنا مبدئيا عايزين نبقى متفقين ان اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. ده معناه ايه؟ معناه ان انا جسمي محتاج كم عدد من السعرات الحراريه او اللي هياخدها منين من السكريات والنشويات عشان يقدر يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته بشكل صحيح. طيب المشكله اللي بتحصل ايه؟ المشكله بتحصل ان احنا بيبقى عندنا نهم لاكل النشويات بطريقه يعني كبيره جدا. ده ليه بقى؟ لان احنا بنستمتع واحنا بناكل النشويات والسكريات، وبيبقى يتفرز عندنا دوبامين بقى والسيروتونين بيعلى، فالدنيا ايه بتبقى جميله قوي. احنا لازم نفهم جسمنا الاول عشان نقدر نحدد الكميات دي. ده بيبقى ازاي؟ يعني الاول لازم ابقى عارفه ان انا عندي نوعين من الكربوهيدرات، عندي السمبل كارب والكومبلكس كارب. السمبل كارب ده اللي هو بيكون من اي حاجه لونها ابيض، يعني دي الابيض، الرز، المكرونه، المعجنات طبعا، وكل الحاجات دي بتتكسر او بتبدا اول عمليه هضم ليها في الفم. يعني ايه؟ يعني الحاجات دي بتتكسر وتتحول لجلوكوز. انا جسمي ومخي محتاجين فعلا جلوكوز بس بنسبه معينه او سعرات حراريه معينه. أوكي. اللي بيحصل ان طبعا هرمون الدوبامين والسيروتونين بيعلى جدا، بنحس بسعاده رهيبه واحنا بناكل الحاجات دي، فبنبدا نخش في حته ادمان شويه ونبقى عندنا كريفنج قوي على اكل الحاجات دي. على عكس تماما الكومبلكس كارب اللي هي بتتكون بقى في الدقيق البني والرز البني والتوست البني، العيش البني، كل الحاجات دي
عبارة عن ألياف أو حبوب كاملة، فبالتالي عملية هضمها بتبقى في المعدة بتاخد وقت أطول، تديني إحساس بالشبع أكتر، على الرغم إن هما الاتنين نفس السعرات الحرارية. أوكي. بس أنا هنا لما باكل الحاجات الحبوب الكاملة ما بيجيش عندي إحساس الكريفينج ده، أنا عايزة أكل منها تاني، مش زي لأنه بيحسس بيديني شبع كمان، فبيهدي الموضوع شوية. المشكلة اللي بتحصل إن إحنا لما بنحب ناكل الحاجات دي قوي ده بيعلي الجلوكوز عندي في الدم، فطبعا المخ يبدا يرسل البنكرياس طلع انسولين كتير، يطلع انسولين كتير يعني انا هوصل لمرحله معينه انا كل الخلايا اللي في جسمي مش حاسه بكميه الانسولين الموجوده ومش قادره تعمل المفعول بتاعها صح، فبالتالي ممكن اخش في حته مقاومه الانسولين والحرق عندي يبقى زيرو. فلازم ابدا احاول بقدر الامكان ان انا اقنن الكميات اللي انا باكلها علشان ما اوصلش للمرحله يعني دي. يعني ايه مقاومه الانسولين؟ مقاومه الانسولين دي انا باخد سكريات كتير، فانا جسمي بيفرز انسولين كتير جدا مش النسبه المطلوبه المفروض ان هو يفرزها، يعني انا الانسولين عشان يبدا يعمل يعني شغله صح يتفرز بنسبه معينه بحيث ان هو يحفز الجسم ان هو يبدا عمليه الحرق بتاعته. لما يعلى عندي قوي في الدم وانا اوريدي جسمي اوريدي واخد المخزون بتاعه الطبيعي اللي هو المفروض ياخده وعندي مخزون زياده بيبدا يحول الحاجات دي لدهون. فاهماني؟ بس فدي القصه بصوره مبسطه يعني. حلو قوي. فانا لازم احاول بقى ايه ان انا ما هو يعني انا يعني اعتقد يا دكتور يعني هو الموضوع احنا كده لو قعدنا نفكر فيه بس كده يعني انت حضرتك طبعا عارفه ان اي حاجه بتبتدي من هنا بالزبط. لو انا ابتديت اعرف قد ايه السكريات دي مضره جدا بالنسبه لي، قد ايه بتقلل المناعه، قد ايه بتعمل مشاكل كبيره قوي في صحتي، هبتدي افكر وانا باخد ده لازم افتكر ان ده هيضرني قد ايه بالزبط. فبدل ما اخد كميه كبيره انا ممكن اخد حاجه، كلنا بنكريف الحلو يعني بحب الحلو برضو، بس انا ممكن اخد مش لازم اخد حته قد كده، انا ممكن اخد حاجه بس احس بالتيست بتاعتها وابقى رضيت يعني ساتسفايد بالتيست ده. دي متهيألي كلها حاجات ثوتس منتال، حاجات لازم احنا نعودها لنفسنا. بتعملوا ده ازاي للمريض؟ يعني دلوقتي لما بيجي لك حد عنده مشاكل نشويات وحب السكريات بتقعدي بقى تسيستميه ازاي؟ اعتقد ان هو محتاج سيستم من هنا الاول. بالظبط. هو عامه الناس اللي بتبقى عندها ادمان للنشويات والكربوهيدرات عموما والسكريات بيبقى فعلا ادمان زيه زي الادمان، مرحلة ان انا اخرج منه لازم اخرج منه تدريجيا. ما ينفعش ابدا مريض سمنة يبقى جايلي وبيشتكي ان هو وزنه زيادة وعنده مقاومة انسولين وعنده شره كمان لاكل النشويات والسكريات دي، اجي اقول له 1 2 3 لا انت هتقطع الاكل ده كله، هيقول عليا مجنون الست دي ولا ايه؟ انا مش قادر، انا في حاجة بتتحكم فيا جوايا اكبر بكتير من ان انا اقدر امشي على الحاجات دي. عشان كده احنا لازم يبقى في عوامل مساعدة تحاول ان احنا نساعد بيها المرضى بتوعنا ان هم يقللوا الكميات ويقدروا يتحكموا في الوجبات بتاعتهم، زي كورس الانسيليم. كورس الانسيليم هو عباره عن الياف طبيعيه غنيه بفيتامين سي وماده البرومالين، الاثنين دول مع بعض بيعلوا عندي المناعه، لان طبعا فيتامين سي معروف طبعا دوره قد ايه، هو مضاد للالتهاب وازاي بيعلي المناعه، واحنا محتاجين الموضوع ده جدا الفتره كمان فتره الشتاء دي. بلس كمان ان هو بيعمل ايه، بينفش في المعده فبيملي لي حيز كبير قوي في معدتي، بيسيب لي تقريبا تلت او ربع المعده هو اللي اقدر اكل بيه الاكل اللي انا محتاجاه. انت لو واكله اكله تقيله شويه وقدامك حاجه مسكره وانت شبعانه هتقدري تاكلي؟ لا هحس بقى هتحسي ان ممكن تاخدي حته صغيره منها ومش هتقدري تكمليها. مزبوط. غير ان انا لما ابقى على معده فاضيه مثلا وابقى لا انا كريفنج قوي ان انا اكل دلوقتي مثلا بسبوسه، طب هاكل حته، طب الحته تكبر معايا شويه كمان ممكن اكل حته كبيره. اسمها كده اسمها صينيه اسمها صينيه بسبوسه وربع كيلو قشطه معاها. ايوه ايوه بس ده ما تبقاش مجزعه اصلا. الدكتوره مش مصدقانا، ما تقولش الكلام ده، احنا المفروض تفضلي يا دكتور. لا احنا المفروض، انا ما عنديش مشكله ان احنا ناكل الحاجات دي، بس ابقى بحاسب وانا باكل، ابقى واخده بالي كويس قوي من الكميه اللي انا باكلها. فانا كورس الانسيليم بيساعد معايا جدا المرضى اللي هم عندهم طبعا بيقلل الكميه جدا. انت بيتبقى لك ربع صغير تقدري تاكلي بيه اللي انت عايزاه. انا مش هقدر اقول له في الاول لا والنبي خد 3 وجبات وفي النص سناكس، كل تفاحه كل موزه، طبعا المفروض ده الصح، بس انا لازم ابدا اعوده ان هو يغير العادات السيئه بتاعته لعادات صحيه بالتدريج، بحيث ان انا اوزع له الوجبات بتاعته على مدار اليوم وياخد قبل الوجبات الرئيسيه الانسيليم على نص كوبايه ميه، وبعد كده يشرب 2 كوبايات ميه كبار عشان يعمل مفعوله ويملى في المعده كويس، وابدا بقى اكل. هو من نفسه مش هيقدر ياكل،
ومع الوقت نبدا بقى نبدل العيش مثلا الابيض بعيش بني، نبدا نغير مثلا نقلل كميه الرز شويه. انا جسمي فعلا محتاج النشويات دي، انا محتاج النشويات دي ومحتاج الجلوكوز ده عشان اقدر يعني اعمل الوظائف الحيويه بتاعتي صح، بس محتاجه ان انا اقللها. فانا عندي انواع كمان من الكورس بتاع الانسولين على حسب طبعا طبيعه كل مريض بتختلف من حد للتاني. عندي كورس الانسولين العادي وكورس الانسولين المكثف. كورس الانسولين العادي ده مكون من الالياف اللي احنا اتكلمنا عنها زائد سكر سيسل. طبعا حد مريض سمنه اكيد بيحب الحلويات فلازم اديله بديل للسكر الابيض. فانا عايزه اديله حاجه يبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت ما فيهاش طعم الافتر تيست بتاع الاسبرتام اللي بيبقى غالبا موجود يعني في منتجات كتير، بيغير طعم الحاجه وهو كمان بيبقى مش راضي وبقى عايز يرجع ياكل او ياخد اي حاجه فيها سكر طبيعي. سكر سيسال من الحاجات الحلوه جدا لان هو فيه ماده السكرالوز. الماده دي هي معتمده من الاف دي اي وميزتها ان هي زي ما بتخرج بتدخل الجسم بتخرج منه بدون اي اثار جانبيه. فانا كده يعني ضحكت على مخي طبعا بالظبط خدت حاجه مسكره وفي نفس الوقت احساس السعاده جالي من غير ما اذي جسمي بالزبط. كمان ان هو ليه فتره يعني ليه زي ثبات حراري عالي فممكن استخدمه بقى في الحلويات الهيلثي. اعمل كوكيز مثلا بالشوفان، اعمل كيكه مثلا هيلثي اخدها واحط عليها السكر ده، احطه بقى على اي مشروبات انا باخدها وما فيهوش الطعم بتاع الاسبرتام. بنعمل بدايل ونتحايل. طب انا بالظبط عشان بنتكلم عن السكر قبل السكر احنا معانا مداخله اميره من حاله جربت الانسيليم اسمها امنيه. امنيه ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. امنيه عايزاكي تحكي لي الاكسبيرينس بتاعتك مع الانسيليم والكويس كده، قولي لي خسيتي قد ايه؟ بداتي بقالك قد ايه؟ هو انا خسيت 20 كيلو شهرين. اوه ما شاء الله شطور دكتور نهال طبعا. ما شاء الله طبعا مع دكتور شيماء. شيماء دكتور شيماء دكتور شيماء نشكرها طبعا يعني مجهود جبار. طب احكي لي يعني لما كنت بتاخدي الانسيليم هل كان بيبقى عندك اي مشاكل في الهضم؟ هل كنت بتحسي انه الامتلاء بتاع المعده ده كان بيضايقك باي شكل من الاشكال؟ لا بصراحه ما كانش في اي حاجه، يعني هو طعم حلو جدا عامل زي الاناناس. زي الاناناس هو بطعم الاناناس ذوق بصراحه مطلعاني على طول. انت عندك كام سنه؟ عندي 30. بس 30 صوتك صغير قوي. انا قلت لما بداتي الكورس يا شيماء الدكتور بتسالك لما بداتي الكورس كان وزنك قد ايه؟ كان وزني 100 كيلو. ودلوقتي؟ دلوقتي ما شاء الله 60. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت كده 40 كيلو في قد ايه؟ في شهرين. لا اكيد اكتر من شهرين. خسيتي 40 كيلو في قد ايه؟ شهرين. لا انا نزلت 20 كيلو في شهرين. ما شاء الله. طب قولي لي بقى يعني الاختلاف اللي حصل في حياتك بعد ما نزلتي الوزن ده فرق في حياتك ازاي؟ طبعا الحركه اخف، المجهود بعمله بسهوله طبعا، يعني الصراحه ممتاز. اتمنى يعني انصح كل الناس ان هم يجربوه. والنفسيا وشكل اللبس عليكي والهدوم وصح؟ لا كل حاجه بصراحه كل حاجه اتظبطت يعني. أمنين عايزاكي تحكي لنا يومك كده لما من اول ما بدات الكورس كنت بتاكلي ايه؟ فطار غدا عشاء؟ الانسيليم كنت بتاخديه مع انهي وجبه؟ يعني عايزاكي تحكي لنا غذائيا يومك من اوله لاخره كان عامل ازاي. هو انا كنت باخده بعد الفطار. الو ايوه معاك يا حبيبتي اتفضلي. كنت باخده بعد قبل الفطار بنص ساعه تمام. كنت بفطر بقى يعني بفطر اي حاجه، اي بيض بيضتين مثلا يعني. كان الدكتورة شيماء بصراحة بعت لي نظام كده كنت باخد منه أفكار وكنت بمشي عليه يعني. وفعلا كنت بتحسي بالشبع؟ يعني ما كنتيش بتحسي إن أنت عندك نفس الشهية اللي كانت عندك قبل ما بتاخديه؟ كنت الأول ممكن مثلا في اليوم آكل أربع ترغيف عيش ولا حاجة. أنا مش شايفة ما شاء الله. دلوقتي لو أكلت نص ترغيف يبقى يعني ما بقدرش أصلا أكمله. نص رغيف ده قليل قوي ما شاء الله. طب قولي لي امنيه دخلتي رياضه مع الكورس ولا لا؟ لا بصراحه ما دخلتش اي رياضه. يعني انت كده الخساسان ده بس الكورس والنظام الاكل؟ ايوه.
امنيه احنا يعني بنشكرك وبنبارك لك على ال 40 كيلو امنيه دول كتير قوي، يعني 20 في شهرين، 20 في شهرين بس. هي كانت بتقول هي كانت 100 ونزلت ل 60، في الشهرين 20 كيلو ما شاء الله. 75 وزنها 75، هوصل ل 60 باذن الله وهسدد باذن الله يعني. يلا ربنا معاكي ويقويكي يا امنيه. دكتور لو في حد حابب ان هو يجيب البرودكت او يتواصل معاك، وايه الطرق اللي ممكن يعمل؟ يتواصل معانا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، سواء واتساب او كول، او عن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نيال حافظ، وكمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما والصفحه الرسميه بتاعه دكتور نيال حافظ. هي يا جماعه عندنا على الشاشه اهو، لو حد عايز يصورها بالموبايل هي موجوده عندنا على الشاشه. ده انستجرام صح؟ اون تارجت فارما صفحه دكتور نيال حافظ. طب انا عايز اسالك برضو يا دكتور على حاجه. احنا كنا بنتكلم عن عن السكر، كمان الدايت وكده. ناس كتير قوي بتخاف من الدايت، وفي مفهوم يمكن انا لغايه وقت قريب كنت فاكراه ان السكر البني احسن بكتير من السكر الابيض، وان ده كالوريز بتاعته اقل من ده، وبعدين اكتشفت ان الموضوع ده مش مظبوط. صح، مش مظبوط تماما. انا ممكن بقى تفهميني القصه دي؟ هي نفس فكره اي حاجه بني هي نفس عدد الكالوريز. يعني السكر بني نفس كالوريز السكر العادي بالظبط. طب ليه الناس بتفضله؟ هو ممكن يبقاش بيسكر الحاجه قوي. أوكي. وبس ممكن يعني عبال ما بيتهضم برده او يوصل للدم بيبقى ابطا بكتير من السكر الابيض. اي حاجه بيضه احنا بنقولنا بتتكسر اسرع بكتير من الحاجات البنيه عموما، زي ما قلنا قبل كده في موضوع الدقيق والرز والمكرونه والحاجات دي. بس انا عايزه اقول لكم بقى ان الكورسز بتختلف من حد للتاني. يعني انا عندي كورس الاناسيليم العادي ده، انا بحب لما اطلعه هو مثلا والسكر الدايت بدي لناس معينه، يعني الناس دي تكون مثلا عندها سيستميك ديزيز، امراض، عندها مثلا امراض قلب، ضغط، شرايين، مرضى السكر، او السيدات عموما اللي بترضع فتره الرضاعه. طبعا احنا عارفين طبعا يعني السيدات بتملى في الوزن بشكل اسرع من الطبيعي، فبتبقى محتاجه ان هي تظبط برده وزنها بشكل احسن. بس بيبقوا خايفين جدا برده، بيبقى محتاجين حاجه امنه جدا بالظبط، اي حاجه ما يكونش فيها كافيين، لان كل حاجه بتوصل للبيبي. فطبعا كورس الاناسيليم هو امن جدا، هو عباره عن الياف طبيعيه بتملى حيز في المعده زي ما احنا قلنا، وغني، هو مكمل غذائي على فكره، هو فيه فيتامين سي كمان وبيعلي عندي المناعه. ده بالنسبه للكورس الاناسيليم العادي. بالنسبه لكورس الاناسيليم المكثف انا بديه بقى لاي حد ما يكونش عنده اي سيستميك ديزيز، زي حد مثلا عنده اوبيزيتي او هو عنده اوفر ويت زياده عن اللزوم، فمحتاج حاجه تعلي معاه الحرق اكتر بالظبط، او حد كان عنده هيستوري في الدايت قبل كده ومحتاج ان هو يعني وصل لمرحله مثلا في الوزن ثابته وعايز يعلي الحرق اكتر شويه، فبنستخدم معاه كورس الانسيم المكثف. ده بيبقى عباره عن كورس الالياف برده، بالاضافه ان احنا بنزود معاها كبسولات الانسيليم، دي بيبقى فيها كافيين وماده الكارسينيا كامبوجيا، دي بتعلي معايا الحرق جدا، باخدها مره واحده بعد الفطار. والانسيليم الالياف باخده قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه، وبشرب بعديه كوبايتين ميه. هنا بقى دي للحالات اللي هي عندها سمنه مفرطه، ما عندهاش بالزبط. اي، ما بتشتكيش من اي امراض بالزبط. فعايزين نزود عندهم، بنعمل اول حاجه ان احنا بنوقف، بنقلل الشهيه عندهم بان احنا بنشبعهم اكتر، تاني حاجه بنعلي الحرق، بنعمل مساعده تانيه زي الكبسولات، او كمان ممكن ادي معاهم مثلا حد بيحب يشرب قهوه كتير قوي، فانا ممكن مثلا ازود له الجرين كوفي. الجرين كوفي من الحاجات الحلوه جدا والمفيده قوي. هي ايه الفرق بينها وبين القهوه العاديه؟ القهوه العاديه بتبقى متحمصه درجات مختلفه، فطبعا هي بتفقد جزء كبير قوي من مضادات الاكسده اللي بتبقى فيها، فما بتدينيش الافكت بتاعها صح. فانا محتاجه مضادات الاكسده دي في جسمي. طيب انا لما باخدها بصوره ما فيهاش اي تحميص خالص زي ما موجوده في الجرين كوفي، بتعلي معايا الحرق جدا، لان هي فيها كافيين عالي وفيها كمان ماده الكلوروجينيك اسيد. ماده الكلوروجينيك اسيد دي من المواد اللي بتعلي معايا الحرق جدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على مستوى السكر في الدم. وكمان في ريسنت ريسيرشز مؤخرا اثبتت ان النسبه بتاعتها عشان تبقى افكتيف، يعني بتديني الحرق اللي انا عايزاه، لازم تبقى 45%. فاحنا موجوده عندنا في الجرين
جرين كوفي بنسبة 50%، وعندي كمان فليفرز منها مختلفة، يعني عندي الفليفر بتاع البندق وفليفر الموكا، عشان طبعا هي طعم القهوة بيبقى الخضرة مختلف عن القهوة العادية خالص، فاحنا حاطين يعني زي وقوامها كمان بتبقى خفيفة شوية خفيفة وفي نفس الوقت هي طعمها حلو، بس بالمحليات اللي احنا عاملينها. زي بس انتوا دكتور لازم اكيد طبعا يعني بتراجعوا على الحالة الصحية للمريض، لان يمكن القهوة الخضراء دي بتعلي الضغط. يعني انا في فترة كده كنت بشربها وانا ما عنديش اي علم، انا فاكرة بقى القهوة بقى البيور بقى لا هي الخضراء اكتر من القهوة العادية عشان هي مليانة كافيين فيها وبتسهر. يعني بقولك ما بتفقدش اي حاجة من العناصر بالغلط بالليل، عشان كده انا ما اقدرش اديها لمرضى القلب. هو اصلا عنده مشاكل في القلب، اديله حاجة تعلي الهارت ريت صحيح. ممكن اديله مورينجا. المورينجا تعمل ايه؟ المورينجا من الاعشاب الحلوه جدا جدا جدا. يعني انا بسميها الحل السحري لاي حد عايز فعلا يخس وفي نفس الوقت يحافظ على صحته من حاجات مهمه قوي زي السرطانات مثلا. يعني المورينجا هي عدو شرس لثلاث حاجات، عدو شرس للناس اللي هم يعني مرضى السرطانات، بتحافظ جدا على صحتهم، بتخليهمش يتعرضوا للسرطان، بتظبط مستوى السكر في الدم، وكمان غنيه بمضادات الاكسده وماده الزياتين او هرمون الزياتين اللي بيحافظ على الجلد من سرطان الجلد. فهي فيها حاجات كتير مفيده. انا في حاجه في جسمي كده بتحصل اسمها الشوارد الحر، الشوارد الحره او الفري راديكلز. اوكي. دي بتحصل في الجسم نتيجه حاجات كتير قوي. هي عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئات اكسجين نشطه بتلزق في الخلايا، بتعمل لي ايه؟ بتلخبط لي الوظائف الحيويه بتاعه الخليه. وده على فكره اللي بيسبب ساعات سرطانات. يعني هو السرطان عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان الخلايا مش بتادي الوظيفه ساعتها بطريقه صح، هي بتبقى هايبر اكتيف وبتعمل حاجات مش مبرره، يعني حاجات غلط. فانا عشان احافظ على نفسي من الفري راديكلز دي لازم يبقى عندي مضادات اكسده عاليه جدا تحارب الفري راديكلز دي. بتجيلي من ايه؟ بتجيلي بقى من التوتر، من الضغط، اتعرضت مثلا ان انا اخذت الضغط النفسي كلنا الرهيب. كلنا للاسف بقى يعني الضغط النفسي الرهيب بيعرضنا للحاجات دي. هو الستريس ده هو العدو كل الامراض. لسه كنا بنقول ايه قبل الهواء، الستريس ده يعني لو بتعملي ايه بس هاديه نفسيا كده حياتك هتبقى مظبوطه. اخيرا يا دكتور للاسف وقت حلقتنا خلص، بس اخيرا عايزاكي تفكري الناس لو عايزين يتواصلوا مع حضراتكم يعملوا ايه؟ يتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي موجوده على الشاشه، واتساب او كول، وعن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا بتاعت شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، الصفحه الرسميه بتاعت دكتور نيال حافظ، وكمان على الانستجرام الصفحه الرسميه بتاعت اون تارجت فارما وصفحه دكتور نيال حافظ. دكتور بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا، وان شاء الله تكوني موجوده معانا في الحلقات الجايه. للاسف الشديد حلقتنا النهارده خلصت من الحريفه، استنونا بكره في حلقه جديده. باي.